القديمة ديال مراكش. السلام عليكم ورحمة الله. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان الرجاء يواجه شباب محمدية بمناسبتين في أقل من أسبوع، ويكون فريقي الرجاء الرياضي وشباب محمدية أمام استثناء خاص بعد ما وقعتهم الصدفة في دور ثمن النهائي كأس العرش، وغيلقي شباب محمدية ضيف الرجاء الرياضي اليوم الأحد ضمن منافسات كأس العرش انطلاقا من الساعة 10 مساء ملعب بشير بمحمدية، بحيث تأهل الشباب على حساب يوسفية برشيد فيما ضمنوا النصور مكانهم في دور الثمن عقب انتصارهم على أولمبيك آسفي، وغيتواجهوا الطرفين بعد في أقل من أسبوع لحساب جولة 25 من منافسات البطولة على أرضية نفس الملعب، باعتبار أن شباب محمدية هو المستقبل في كلتا المواجهتين، بحيث كتساعد العصبة الاحترافية لاستئناف الدوري مباشرة بعد عيد الفطر. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين لحساب جولة 10 من الدوري الاحترافي لصالح النصور بهدف نظيف كان متوقع نوفل الزرهوني، بحيث دارت أطوار اللقاء بملعب العبدي الجديدة. الكورفي السود تكشف أسباب مقاطعة مباراة الرجاء والمحمدية بكأس العرش، ونشرت مجموعة الكورفي السود المساندة لفريق الرجاء الرياضي مساء أمس السبت بلاغ كتشرح فيه أسباب قرار مقاطعة مباراة الفريق وشباب محمدية، وحملت الكورفي السود المسؤولية المنظمين اللقاء لعمدوا لطرح تذاكر إضافية بشكل مفاجئ في الشبابيك رغم نفاد العدد المحدد ما يقدر يشكل خطر على الجماهير، بحيث أن عدد التذاكر فاق الطاقة الاستيعابية للملعب. كما أكدت الفصائل المساندة للرجاء أن قرار مقاطعة المباراة جاء كخطوة استباقية نظرا للتجارب اللي مر منها الجمهور الرجاوي هذا الموسم، وسعيا لتفادي أي مشكل يقدر يمنعهم من مساندة الفريق في المباريات المتبقية من الدوري وكأس العرش. يذكر أن إدارة الفريق الأخضر كانت نشرت أول أمس بلاغ طالبت فيه جماهيرها بالامتناع على حضور مباراة اليوم رغم اقتناء التذاكر تفاديا لحدوث أي انفلات يقدر يأثر سلبا على الفريق. 22 مليون سنتيم من الرجاء المحمدية قبل مقاطعة المباراة. وفي الكواليس اللي كتسبق لقاء الرجاء والمحمدية أكدت عدة منابر أن مسؤولي الشباب حصلوا على مبلغ 22 مليون سنتيم من المكتب المسير الفريق الأخضر مقابل توفير 5000 تذكرة لجماهير النصور لحضور مواجهة الفريق أمام شباب محمدية برسم ثمن نهائي كأس العرش. وكان الرجاء اتفق مع مسؤولي المحمدية على شراء تذاكر المدرجين الشمالي والجنوبي وحدوا عدد التذاكر في 6000 تذكرة، حصل منها الرجاء على 5000 تذكرة مقابل 22 مليون سنتيم، وتعهدوا مسؤولي المحمدية بمنح الفريق الأخضر 1000 تذكرة في اليوم الموالي مقابل أنه يسلمهم الرجاء مبلغ 80000 درهم المتبقية على اعتبار أن التذاكر تحدد ثمنها في 50 درهم. وتفاجأ الرجاء بعد تنقل المحمدية للحصول على التذاكر ببيعها في الشبابيك المخصصة للجماهير المحمدية، ما أثار استغراب مسؤولي الفريق الأخضر خاصة أنهم اتفقوا على عدم بيع أي تذكرة كتخص جماهير الرجاء في المحمدية، وحصلوا مسؤولي الفريق الأخضر على فيديوهات وصور لبيع تذاكر جماهير الرجاء في السوق السوداء بمحمدية، يتبين لهم أن العدد المطروح للبيع كيفوق 1000 تذكرة اللي كان متفق الحصول عليها. واضطر المكتب المسير الرجاء لعقد اجتماع قرروا من خلاله توجيه نداء لجماهير الفريق الاخضر لمقاطعه اللقاء تفاديا للشغب او الفوضى اللي قدر تشهد عمليه الولوج للملعب، بحيث اعتبروا ان هذا الامر مدبر ليه للاطاحه بالرجاء. يهم الرجاء العصبة الاحترافية تحدد موعد استئناف الدوري الاحترافي، وكتجه العصبة الاحترافية البرمجة للجولة 25 من الدوري الاحترافي يوم الأربعاء 17 أبريل، وقررت لجنة البرمجة بالعصبة إجراء الجولة 25 من البطولة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل، بينما غتقام الدورة 26 يومي السبت والأحد 20 و 21 من الشهر الحالي. هذو كانت العصبة الاحترافية وقفات الدوري مباشرة بعد إجراء الجولة 24 من أجل فسح المجال لإجراء منافسات كأس العرش. قرار العصبة يحسم في استقبال الرجاء والوداد بملعب العربي الزاولي، ويحسم قرار العصبة الاحترافية في مسألة استقبال الرجاء والوداد مباراتهم على الموسم الجاري بملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء. وأعلن عبد اللطيف الناصري نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الثقافة والرياضة على تاريخ نهاية الأشغال بملعب العربي الزاولي واللي خضع لها في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية،
وبخصوص هذا الامر قال الناصري اشغال تهيئه تاهيل المركب العربي الزاولي غتنتهي بحول الله على بعد التقدير متم شهر ماي المقبل، واذا كانت الاشغال غتنتهي في ماي القادم فاستقبال الوداد والرجاء بالملعب المذكور في الموسم الجاري راهين بقرار العصبه الاحترافيه. وفي هذا الصدد اكدت عده منابر انه في حاله برمجت ما تبقى من مباريات البطوله في شهر يونيو فالفريقين معا غيستقبلوا الملعب العربي الزاولي، لكن كيبقى الامر مستبعد لكون البطوله مقرر نهايتها في شهر ماي والامر ذاته بالنسبه لكاس العرش، اذ مازال ما علناتش العصبه لحد الان على مواعيد ربع النهائي والنصف. الرباطي مدرب الوداد ما شاش فيه حتى الشوفه وسينيت في الرجاء في ظرف نصف ساعه، وكشف امير الرباطي لاعب فريق الرجاء الرياضي السابق على كواليس انضمام للنسل الخضر قادما من مسقط راس الفنادق اواخر التسعينيات القرن الماضي. وقال الرباطي اثناء استضافته من طرف زميله السابق في الرجاء عبد الفتاح بوخريس صاحب برنامج بوخريس تالك ان مدرب الفنادق اجرى اتصال مع العربي الكره المدرب السابق انذاك الاتحاد البيضاوي ومشابه للغريم التقليدي من اجل فتره اختبار بحيث كان كيشرف على التدريب الاخير للمدرب الاوكراني يوري. وتابع مدافع الرجاء السابق فاش وصلنا للدار البيضاء دخلنا تيران الوداد الساعه يوري ما شافش فيه حتى الشوفه. وزاد الرباطي اللي سبقو احترف مارسيليا الفرنسي حديثه على لحظه خروجه من ملعب الوداد. بعد ذلك اجرى العربي كره اتصال هاتفي مع فتحي جمال اللي كان كيشغل مهمه مدير تقني داخل الرجاء وضرب ليه موعد بالحضور لمقر تدريبات الفريق الاخضر وتزامن ذلك مع تدشين مركز تكوين الرجاء. وزاد الرباطي بان مركز تكوين الفريق الاخضر كان كيضم انذاك علماء الكره من قبيل الراحلين حسن هيرس عبد اللطيف بكار عبد الجيد الدولمي بحيث ان هؤلاء اقتنعوا بمؤهلاته ببقاء مع الرجاء الرياضي. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ، في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.